يخرج من الصلاة. نعم مفهوم. طيب نعم يا أخي. لو صلى المأموم خلف الإمام وأتى الإمام ببدعة مثل الذكر لم يرد في السنة، هل له أن يخرج من الصلاة؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم يا أخي. بارك الله فيكم. إذا كان الإمام لا يطمئن، أتنوي المفارقة أم لا؟ ذكرنا هذا. الإمام ما تسمع منه إلا الله، حتى الله أكبر، ينقر الصلاة. تطمئن أم لا؟ الطمأنينة، أنا طمأنينة، حكم الطمأنينة ركن. إذا ترك الركن باطل. جاهل باطل. ناسي باطل. عامد باطل. هو هنا متعمد. مفهوم يا أخي؟ الإمام ما يتحمل الأركان، قلنا هذا قاعدة عندنا، ما يتحمل الأركان أبدا. نعم. طيب شيخ، متى مسجد؟ نعم. هل ينوي لما ينوي المفارقة؟ ينوي يخرج هو الصلاة تبقى الصلاة، ما يعيد الصلاة من جديد، يكمل الصلاة، ينوي المفارق ويكمل الصلاة. مفهوم؟ طيب نعم يا أخي. أحسن الله إليكم. إذا كان الإمام زاد ركعة خامسة وكنت مسبوقا، مثلا سجد السهو للإمام بعد السلام، إذا أدركت السهو مع الإمام لابد أن تسجد للسهو. وأجبنا الشيخ هذا. ولو بعد السلام الشيخ، ولو بعد السلام. الله أعلم، يقول وقت الأذان. ها وقت الانتهاء، أخذتم أنتم ساعة. نعم يا أخي. يقول أخذنا استقبال القبلة في الحضر في الفريضة والنافلة، وفي السفر لابد أن يستقبل في الفريضة. أما النافلة يصح أن يصلي حيث توجهت بالدابة أو الراحلة. هل لابد في تكبيرة الإحرام من استقبال القبلة؟ لا، هذا الذي يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله. مفهوم؟ نعم. هؤلاء كلهم شاركوا معنا. نعم آخر. هل قراءة الفاتحة بدون أحكام الصلاة؟ شوف الآن عندنا لحن جلي ولحن خفي. لحن جلي، اللحن الجلي هذا مبطل للصلاة ولا شك، أما الخفي غير مبطل للصلاة. ولا كلف الله نفسا إلا وسعها. مفهوم؟ الحمد لله. نعم. حديث العزب الإسلام لا يعرف قراءة الفاتحة. نعم. كيف يصلي؟ احنا قلنا أول ما أمر بالكافر الدخول في الإسلام بالشهادتين. إذا دخل وقت الصلاة يتطهر ويصلي. الطهارة سهل جدا، تعلم وانت معه. الصلاة إذا أمكن هذا من تعلم قراءة الفاتحة والتشهد وكذا الحمد لله. وإذا خفنا خروج الوقت ماذا نصنع الآن؟ يصلي بجانبك واصنع كما تصنع. وبدل أن يقرأ الفاتحة، هذا ورد في حديث، يسبح ويكبر ويهلل. طيب نعم. ثم بعد الصلاة تبدأ وتعلمه. إذا هذا معنى والله أخواننا أن علينا واجب كبير أن نعلم هؤلاء. صحيح يا أخي، توجد حفرة في الطريق، حفرة في الطريق، ويمشي الشيخ ويكاد يسقط في هذه الحفرة ويرى هذا وهذا، يربيه ويتركه. لو سقط قال هذا الحمد لله نرتاح من واحد من الدورة. تعرف هؤلاء عندما اطلع على حالي يجب عليهم الضمان،
هذا في أمور الدنيا، فما بالك في أمور الآخرة؟ ترى الناس أوشك الوقوع في حفر النيران تتفرج؟ لا يا أخي، أنت عليك البلاغ والهداية بيد الله، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. الله يهديكم الشيخ. ماذا نفعل يعني بالرجل يعني يصعب عليه يعني يعني صلاة الفجر، قيام صلاة الفجر يعني الاستيقاظ؟ فتح الله عليك اجلس. يقول يصعب علينا استيقاظ صلاة الفجر، هذا لو تسأله في أمور الدنيا هل يصعب عليه الاستيقاظ للعمل ولا المدرسة؟ يقول لا. صح؟ أي نعم. اتصل بي يوم رجل وقال أنا في بلد كفر وما أستطيع أن أصلي لأني في العمل. سألته واستغرب من هذا السؤال، قلت هل يوجد معكم من يشرب الدخان؟ قال نعم، شرب الدخان وسط المكاتب ممنوع. حتى أنت تستغربوا شرب الدخان، فماذا يصنع الذي يريد أن يشرب دخان في العمل؟ يخرج ويشرب ويرجع في كم دقيقة؟ أقل ما يكون 5 دقائق. صح؟ قال صح نعم موجود عنده. قلت الحمد لله، الصلاة تستغرق أقل من هذا، توضأ قبل الدخول إلى العمل، وقت الصلاة صلي والحمد لله، ولو سأل المدير قل أنا مثل هذا تأذن له وأذن لي. من يتقي الله يجعل له مخرجا وارزقه من حيث لا يحتسب. إخواننا الصحابة رضوان الله عليهم حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال وقال له يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي أيامه مثل أيامكم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، أمر مهم عندهم، والله ما تركوا شيء يسأل عنه إلا وسألوا. والله لو تقول لي هذا في العمل، هو إذا أراد دورة المياه يدخل؟ يدخل ولا بد، يبقى في العمل؟ ما يمكن. فإخواننا في مسائل يعني الظاهر من هذا السائل مو هذا، يعني هذا الذي يسأل مكذب. ماذا يريد؟ يريد أن تقول له لا تصلي. نعم هو يريد هذا، يعني بماذا تريد أن أقول لهذا؟ أقول لا تصلي؟ العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أسقط عنه الصلاة، أعوذ بالله، ما يمكن. قال أنا ما أستطيع أتطهر. لماذا؟ قال والله يعني أتعب. أي تعب؟ عندنا المشقة ستأتي معنا، إن مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، هذه ليس فيها تخفيف. لو قال لك قائل الآن هنا في هذه البلاد أحيانا نهار رمضان يكون 8 ساعات 10 ساعات، أنا ما أستطيع الصيام، هذه مشقة تجلب التيسير؟ لا، لا تنفك عن العبادة غالبا. صح؟ أي نعم. فهذه ليس فيها تيسير، تصوم يجب عليك الصيام، صام في اليوم الأول مثلا وبعد 4 ساعات أشرف على الموت، نجعله يموت يفطر ثم بعد هذا يقضي، لكن هل نسقط عنه الصيام بالكلية؟ ما يمكن. مفهوم؟ أي نعم. ثم أخي العلماء يقولوا أن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأقل مما نطيق، انتبه لهذه المسألة، هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ لا هذا ولا هذا، كلفنا الله بأقل مما نطيق. والله كم مرة تصلي في اليوم؟ 5 مرات، تستطيع أكثر. كم شهر تصوم؟ شهر واحد، تستطيع أكثر. صح؟ فإخواننا هذا الدين يسر، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها مو أرحنا منها. فهذه الصلاة لها فوائد كثيرة، ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع، تراجع أمور
يعني حتى في الدنيا. أي نعم. فكيف يقول هذا أنا ما أستطيع أصلي ولا أستطيع قيام الفجر ولا أستطيع كذا ولا أستطيع كذا؟ وكان لا تخلف عنها إلا منافق ظاهر النفاق. تقول اتق الله. قد نقول عنك أن هذا الحديث ينطبق عليك وكذا والأثر، فاحذر من هذا. نعم. فيما يتعلق بترك الصلاة منذ فترة طويلة بعد لا يحصل. أيوة. يجب أن عليه أن يعبدها. نعم. يقضي هذه الصلوات كلها، فماذا يصنع؟ يعني يقدر، يبدأ يحسب ويصلي ويكثر ويكثر حتى يغلب على ظنه أنه قضى الصلوات هذه الفائتة. طيب، نعم، نعم أخي. شيخ أحسن الله إليكم. وإليكم. دخلت إلى المسجد ووجدت الإمام راكع. راكع. ويعني أخشى أني لو أن يفوتني الإمام يعني يقومنا الركوع. إذا وجدت الإمام راكع سقطت عنك الفاتحة وتعتد بهذه الركعة، هذا قول من؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا وجدت الإمام راكع ماذا تصنع؟ تقول الله أكبر وتركع. إذا نوى بهذا التكبير تكبيرة الركوع فالصلاة باطلة، لأنه لم يدخل في الصلاة أصلا، لم يكبر تكبيرة الإحرام. ولو نوى بهذا التكبير تكبيرة الإحرام فقط وما كبر ركوع الصلاة صحيحة. إذن إذا وجدت الإمام على أي هيئة تدخل معه، ساجد ساجد، راكع راكع، في التشهد في التشهد. لأنه بعض الناس هدانا الله إياه يجد الإمام ساجد ينتظر، يجد الإمام في التشهد الأخير يقول لا تدخل مع الإمام نصنع جماعة ثانية. لا يا أخواننا، النبي صلى الله عليه وسلم بعث لاجتماع الأمة على إمام واحد، أي هيئة تجد الإمام عليها تدخل معه. فإذا وجدت الإمام راكع تكبر وتركع وتعتد بهذه الركعة، حسبت لك ركعة. من الذي أسقط عنك الفاتحة؟ الذي جعل الفاتحة ركن أسقط عنك في هذا الموضع، النبي عليه الصلاة والسلام ولله الحمد. تكفي إذا كبر تكبيرة الإحرام فقط، تكفي. وإذا كبر تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أحسن. وإذا كبر تكبيرة الركوع لم يدخل في الصلاة أصلا، وإذا لم يكبر أي تكبيرة لم يدخل في الصلاة. وإذا شيخ لم أتي بتكبيرة الركوع هل علي سجود سهو؟ لا. سؤالين ها. نعم. أحسن الله إليكم. يوجد خلاف في دخول الوقت خاصة في صلاة الفجر في بعض المدن، في أغلب المدن. إحنا قلنا هذا الذي يذكر بعض الناس من الخلاف في دخول وقت الفجر وغيره، الأصل أن يرفع فيه إلى هيئة كبار العلماء ولا نحكم فيه نحن. لأن البعض، أنا أقص لك القصة، هذا هو السؤال. كيف هل يجوز يعني كيف نصلي يعني هذا المسجد يصلي نصف ساعة قبل هذا المسجد، فهل يجوز لي أن نصلي قبل التوقيت؟ شوف يا أخي، أنا قلت لك أنك ترجع وتكتب هذا الكلام إلى كبار العلماء. أذكر لك المسألة. عندنا في المملكة حصل شيء من هذا الكلام أن نصلي قبل الوقت. ذكرنا لكم هذه المسألة في ماذا؟ في حكم الجهاد. قلنا أنه لو جاءت فتوى عن هيئة كبار العلماء في العقيدة نقبلها، فما بالك فتوى في الجهاد أو في دخول وقت الصلاة. الشيخ بن باز عندما سمع رحمه الله هذا الكلام وقت كان مفتي للمملكة أخرج ثلاث لجان تتحقق من وقت الصلاة، وقالوا أن الصلاة في الوقت. كذلك الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول تحققت من هذا بنفسي وأخذت أخرج في أوقات مختلفة من السنة وجدت أن الصلاة في الوقت. يقول أحيانا تتقدم بدقائق قليلة. يقول هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ العباد حفظه الله يقول إذا أذن للفجر تقول الله أكبر وتصلي راتبة الفجر، ولو صليت الفجر في الوقت. فهذا الذي يصنع بعض الناس، لو تسأل عن مواقيت الصلاة ولا يدري عنها شيء. يوم في دولة من الدول جاء رجل وفي أول يوم وصل فيه
قال لي صلاتكم باطلة، جزاك الله خير. قال أنتم تصلوا قبل الوقت بساعة. قلت من قال هذا؟ قال أنا. قلت من كبار العلماء؟ قال لا. قلت طيب، تعرف مواقيت الصلاة؟ احتار. قلت اسمع، والله إيه لو الفرق يعني بين هذا وهذا ساعة، اعلم أن هؤلاء كلهم لا يفقهوا شيء وأنت اللي تفقه بين هؤلاء. وغدا يعني أول صلاة فجر نخرج أنا وأنت. فما فلم يأتي، خرج معي واحد ممن كان معنا من الدعاة وقد نسي يعني هذا الكلام. فقلت له كم الساعة الآن؟ قال الساعة الآن كذا. كم مر على وقت الفجر؟ قال والله مر ساعة. قلت انظر، والله هكذا الجو يعني قريب الشمس تظهر. فهذه المسائل، لأنك أنت الآن ماذا تصنع بهذا الكلام؟ قد يأكل إنسان ويشرب، صح؟ وكون سبب في أن هذا يكون صومه باطل. هو صومه صحيح ما عندنا إشكال، لأنه لو أفطر على فتوى عالم، العالم هو الذي يتحمل. خلاف الأمة يا أخي. إيه نعم، هذا تقول يصلي قبل ساعة أو نصف ساعة، وهذا بعد نصف ساعة. الأصل أن الأمة تجتمع، مو تفترق، تجتمع على ما اجتمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم، صح أم لا؟ إيه نعم. فهذه المسائل يعني لا تأتي هكذا، لابد من التحقق في هذه المسائل، صح؟ إيه نعم. صلاة وكذا، وبهذا تعلم أنه يأتيك أحيانا رجل هو في الحقيقة والله شيطان، يبحث مسائل مع الطلاب. يا أخي ابحث هذه المسائل مع كبار العلماء، ارجع إليهم. لو كانت المسألة له لعرف كيف يرجع إلى كبار العلماء، لكن مسألة وكذا يثير الخلاف ويثير المسألة. قال عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. اليوم بعض الطلاب هدانا والله إياه يقول فلان يحيي السنة المهجورة وهذا يحيي البدعة المهجورة. والله يأتي العلماء ويأتي الأئمة وتسمع أنه جاء إلى هذه المنطقة فلان فلان من هيئة كبار العلماء، وجاء فلان وجاء فلان وجاء فلان وسمع فلان وأفتى فلان وأرسلت مدينة كذا إلى هيئة كبار العلماء وأجابك كلهم على هذا القول، يأتي طالب يرد هذا الكلام كله بأكمله، صحيح؟ هذا الواقع عندنا إخوان. أمر يتعلق بأمر الصلاة، بدخول الوقت، بالصيام، بالفطر، بدخول كذا بدخول كذا، يفتي فيها الصغار ويتوقف الكبار. مفهوم؟ أنا والله ما أطلت في هذه المسألة إلا أني أعرف أنه بعض الناس يتكلم فيها بلا علم، يتكلم فيها بجهل، يتكلم فيها لأنه سمع ولا يدري يعني هذا ما حجة العالم الفلاني أو كذا، ولماذا فلان أفتى بكذا. وقد يكون، إحنا ما ننكر هذا، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه أحيانا في بعض الأوقات قد يكون الوقت قبل بدقائق. هذا معناه أن الصلاة دائما، أي صلاة الفجر، تقع متى؟ في الوقت. نعم، حتى الشيخ الألباني رحمه الله عندما حقق المسألة وكذا قال أن الوقت ربع ساعة. في الغالب نحن نصلي الآن بين الآذان والإقامة كم؟ أكثر من ربع ساعة، والحمد لله لا إشكال. أما أنه يأتي الناس الآن يخرجوا لصلاة الفجر وفي نهار رمضان تجد هذا يأكل أو يشرب، هذا ما يعرف فقه الفتوى أصلا، صدق والله فتنة. ورؤى الكفار يقولوا ماذا يصنع هذا؟ هذا دين؟ ما يمكن. فإخواننا في مسائل يعني قلنا أحيانا يكون العمل أعلى من القول. نعم، فلا بد أن تبحث عن هذه المسائل وكذا. والله الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في مسألة من المسائل ذكر هذه المسألة وقال أنا أذكر لكم هذه المسألة من باب الشرح وكذا، لكن أنا أوافق اللجنة الدائمة في الفتوى
مع أني أخالفهم في كذا، لكن أريد أن تكون الفتوى واحدة وتحقيق هدف من أهداف الشريعة. فهؤلاء ما عرف فقه الفتوى، ما عرف متى يتكلم. أحب الآن الذي يحب أن يظهر ماذا يصنع؟ الذي يحب الظهور ماذا يصنع؟ زمن الشيخ الألباني رحمه الله الذي يحب أن يظهر ويشتهر ماذا يصنع؟ يرد على الشيخ الألباني. نعم، قال لابد جبل تصعد عليه. هذا واقع عند الطلاب اليوم. فإذا أراد أن يظهر قال تكلم في فلان وفي علان وفي اللجنة الدائمة وفي كذا حتى يقال عن كذا وكذا وكذا. صح؟ إيه صح. المعتزلة، المعتزلة رأس المعتزلة واصل بن عطاء. واصل بن عطاء ماذا صنع؟ اعتزل مجلس الحسن البصري. اعتزل، هل لأنه اعتزل مجلس الحسن البصري أصبح رأس للمعتزلة؟ لا، لأنه اعتزل مجالس أهل السنة والجماعة. الذي يعتزل مجالس أهل السنة والجماعة ماذا يريد يصنع؟ مس الضرار ويفرق الأمة. والأمة جاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا على اليوم وأصحابي، وقال في حديث عندما كان ينزل الصحابة ينزلوا في منزل يتفرقوا في الأودية، فقال عليه الصلاة والسلام إنما عملكم هذا من عمل الشيطان، لأن الظاهر عنوان الباطل اجتماع يومي في الصلوات المفروضة، اجتماع أسبوعي في الجمعة، اجتماع سنوي في العيدين، اجتماع للأقطار كلها في الحج. ومن شذ شذ في النار. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينه وكانوا شيعا كل حزب من الذين فرحوا. لكن لابد أن تعلم أنه لا يمكن يكون اجتماع إلا على ما اجتمع عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عليه، هذا هو الاجتماع. وغيره افترق حتى وكن تراه اجتماع تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل السنة والجماعة، وأن يجمع الكلمة على ما اجتمع عليه السلف رضوان الله عليهم. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم.